قالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغادر والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير، وش راكم؟ راكم مهيلين بهاد الرسوم هادو؟ عفوا عفوا يا اطفال، شفتوا هاد العلامات وكم نشوف في يديكم العلامات وكمل؟ برافو. اليوم عندنا مناسبه خاصه، هي عيد الاستقلال 5 جويلية 1962. اذا مبروك علينا ومبروك على الجزائر استرداد السيادة الوطنية. يا أطفال، كاين عدة مناسبات اليوم، كاين عيد الاستقلال، كاين كذلك في هذه الفترة كاين عيد الفطر، كذلك نقولوا كم الأمة الإسلامية والجزائرية عيد سعيد. شكون يعرف الأغنية هذيك تاع مزينو نهار اليوم؟ تعرفوا تغنوها؟ شكون اللي يعرفها؟ أروحي بنتي تعرفي؟ غنيها تشوف. زينو نهار اليوم عيدكم، زينو نهار اليوم مبروك عيدكم. غنوا معها مزينو نهار اليوم صح عيدكم، زينو نهار اليوم مبروك عيدكم. برافو 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 برافو. وكذلك انا نسميها كذلك العطلة الصيفية، تبدا في هذه الفترة. انا بالنسبة لي قبل ما نروحوا للفقرة الموالية نطرح عليكم لغز اليوم. تحبوا الألغاز؟ إذن لغز اليوم، أنتم والأطفال اللي يشاهدوا فينا عبر شاشة التلفزيون يقدروا يشاركوا في الجواب على اللغز بهذه الطريقة عبر موقعنا الانترنت. إذا حبيت تجاوب على اللغز، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن لغز اليوم يقول: لدي غصنين لكني ليست لي أوراق. لدي غصنين ولكن ليست لي أوراق. من أنا؟ صعب شوية، معلش فكروا فيه لغاية نهاية الحصة. وانا في هذا بمناسبه عيد الاستقلال، طلبنا من ايمن باش يدير لنا بحث عن شخصيه معروفه في الكفاح المسلح الجزائري، هو المرحوم علي ملاح. يلا تفضل ايمن. شكرا. تفضل ايمن. خير يا اطفال، اليوم جيت نحكي لكم على حياه علي ملاح. علي ملاح المعروف بالعقيد السير الشريف، ولد في 14 فبراير 1924 بذراع الميزان ولاية تيزي وزو، وتوفي في 31 مارس 1957 بالقرب من قصر البخاري بولاية مدية. وهو مناضل ومجاهد من أجل استقلال الجزائر وتحررها عن الاستعمار الفرنسي، وهو أول قائد عسكري للولاية السادسة أثناء الثورة الجزائرية. تلقى التربية الدينية على يد والده الإمام الذي زرع فيه حب الوطن ومحافظة على قيمة والأخلاق الإسلامية. كان يشتغل معلما. انخرط مبكرا في الحركة الوطنية فانضم لصفوف حزب الشعب الجزائري 1945، ليصير لاحقا مسؤولا على إحدى النواحي. وفي 1947 انضم إلى منظمة خاصة، اشتغل بالتدريس في عين بسام، وكان تحت إشراف كريم بالقاسم الذي عينه مسؤولا. شارك في اجتماع 29 أكتوبر 1954 لتحضير أفواج مجاهدين والمكلفين بتنفيذ عملية الثورية الأولى في 1 نوفمبر 1954 بناء دينة تيغريس.
استشهد في 31 مارس 1957 رفقة كاتبه ومجموعة من زملائه بالدائرة. عين يوسف بمدية حيث يقول ابنه أنه أطلق عليه حوالي 200 رصاصة. شكرا 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 شكرا. يا أطفال، إحنا على في العطلة الصيفية حبيت ندير لكم أغنية، أغنية تغنوا فيها كيفاش تدرسوا طيلة العام. هي يعني طيلة العام مش حاجة سهلة يا أخي، دراسة صعبة شوية، امتحانات والفروض وكامل، ومن بعد تجي العطلة. يلا نغنوا كامل مع بعض، جاءت العطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، ها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، ها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا اللعبة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا اللعبة، لا أمضيه لهوا اللعبة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. برافو 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 يا أطفال. تحبوا العطلة؟ نعم تحبوا العطلة. وش ديري في العطلة انتيا؟ ألعبوا. ألعبوا. وانتي وش ديري في العطلة بنتي؟ نقرأ. تقرأي في العطلة؟ سير. واش تقرأي؟ كتابات؟ مليح. وانتي يا بنتي واش ديري في العطلة؟ نلعبو. تلعبي؟ برافو. واش ديري في العطلة انتيا؟ أقرأو. واش تقرأي؟ كتابات ولا قصص؟ في الكتابات، بصح انا نكتب عليهم ونشوف ونكتب. برافو برافو بنتي، برافو. أروحي بنتي قولي لي. نخرج. تخرجي؟ تخرجي مع مالك، تروحوا تحوسوا. برافو برافو. واش ديروا؟ قول لي. نسافر. تسافر. برافو برافو برافو. ويلي بنتي؟ روح نحوسوا. تروحي تحوسي مع مواليك؟ ايه. مع الاهل. مليح. زيارة الاقارب، زيارة الاقارب. وانتي واش ديري في العطلة؟ واسمك؟ بليليكو. واسمك؟ بليليكو. واش ديري في العطلة؟ بليليكو. ديري بليليكو؟ تلعبي بليليكو؟ برافو. اي روحي روحي تلعبي بليلوك، روحي
برافو برافو برافو. وانتي بنتي واش ديري في العطله؟ نلعب. تلعبي انتي باينه غير تلعبات تلعبي ما تقرايش تقرايش بيها. وانتي يا بنتي؟ نروح لبلادي. تروح للبلاد؟ وين بلادك؟ سكيكدا. سكيكدا خيار الناس خيار الناس. تروح للبلاد تزور الاقارب. وانت واش دير في العطله؟ اقرا. تقرا برافو. وانت يا بنتي واش دير في العطله؟ تقراي ولا تلعبي؟ اقاربي. ها نزور اقاربي. واش ديري؟ نزور اقاربي. ها تزوري الاقارب زياره الاقارب برافو. وانت يا بنتي تحوسي. برافو برافو برافو. وانت يا بنتي تحوس. تحوسي ثاني. واش ديرو نتوما؟ نروح للبحر. تروحي للبحر. وانتيا؟ نروح للبلاد. تروحي للبلاد. برافو برافو برافو. وانتيا بنتي؟ ألعبو. تلعبي. وانت واش قلت لي؟ نلعب. تلعب ثاني. وانتي بنتي؟ تسافري. برافو 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 برافو. وانتوما واش ديروا اللي راكم هنا باينين تلعبوا انتوما برك يا اخي؟ خرجوا تشوف. تعالوا تعالوا. واش ديروا؟ واش ديري انت قلتي لي باش ديري انت واش ديري في واش دير في العطلة؟ وانت واش ديري في العطلة بنتي؟ مش بابا يخرجني. بابا يخرجك؟ هاي. وانتي يا؟ أنا نخرج نحوس مع أبي وأمي. برافو 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 برافو. يا أطفال تحبوا ألعاب خفة؟ لا. إذا نروحوا كامل مع عم مراد اللي جانا من البليدة نرحبوا به. تفضل عم مراد تفضل. يا أطفال على بالكم باللي الكتاب هو صديق الإنسان على بالكم بها؟ نعم على بالكم على صديق الإنسان لأنه يحتوي على معلومات. نعم في أشياء كثيرة. في رسومات وفي أشياء عجيبة. شكون شكون شكون؟ يا الواحدين شوفوا مليح يا اطفال الحين نرسموا واحد الرسم. هاكي رسمي لنا تشوفي واو. نعاونوك نعاونوك أسنى نعاونوها نعاونوها سنة نعاودوها. والأطفال راحين يساعدوك ويقولوا لنا وشنو هذه. هاي نبدأ بها. هي الأولى هي الأولى. وشنو هذه؟ حمامة. زعما صح هذه حمامة؟ حمامة هذه؟ لا لا نعم ماناش عارفين بالك فلوس. نشوفوا وشنو هذه يا أطفال. هيا نحسبوا كامل كيف كيف. واحد اثنين ثلاثة. حمامة تصفيقة حر عليها. برافو 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 برافو. نكملوا ألعاب الخفة نكملوا. نزيدوا نزيدوا. راح تجلسي إلى مكانك راح نزود تفرجي. مازال ما ذوك تشوفوا ذوك تشوفوا. وشنو هذه؟ شنو هذه؟ لا لا يا يما دودة. وهكا والثعبان ردوا بالكم يا أطفال كي تشوفوا غير بهربوا. أنا كبير ونهرب. شوفوا يا أطفال راح نديروا واحدة تجربة. نسوى كيف كيف. شوفوا وشنو هذا؟ تيب. الحين نديرو التيب هذا نحطو فيه. بوشي وذنيكم ما؟ بوشي وذنيكم ما؟ سبحان الله. نزيدو نجربو. استنى وتشوفو. بوشي وذنيكم هذه المرة تترتق. شكون يقول تترتق شكون يقول ما تترتقش؟ هيا
هيا نجربوا. سبحان الله. هيا نزيدوا لها التالية. ني الأولى ني الثانية. أرواحي انتي أرواحي انتي ايه. أنا نطلع عليها عاقلين. تصفيقة حر عليها. راح نجربوا معاها هي ايه. روحي على اليمين بنتي، على اليمين فوالا هكا. دوري الكاميرا دوكا نسيوها. ايه هيا شدي تشوفي هكا هاكي ديريها تشوفي الداخل ماجيسيان. هيا هاكي حسبولها يا اطفال. واحد اثنين ثلاثة. سيدي تشوفي فور 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 منا من الجهة الأخرى. أوه تصفيقة حارة عليها. على خاطر هي ما تعرفش الخداع البصرية كيفاش دايرين. بصح معليش حنايا مزيلي عندنا واحدة أخرى. هاكي هاكي كيفاش. شكرا تصفيقة حارة عليها. شكرا شكرا شكرا. والان يا اطفال حبكم تقولوا لي اليوم وش من المناسبه. عيد الاستقلال. كل الجزائريين راهم فرحانين بهذا اليوم، على بالكم بها؟ وانتم راكم فرحانين ولا لا؟ لا انا حنقدم لكم هذه اللعبه السحريه بهذه المناسبه السعيده. ايه هيا نحسبوا. شافوا تعرفوا تحسبوا من واحد حتى للثلاثة بالعربية وبالفرنسية وبالإنجليزية. تعرفوا هيا كامل كيف كيف كامل كيف كيف. واحد اثنان ثلاثة. ان دو تخوا. وان تو ثري. واو. وان تو ثري فيفا لا جيلي. وان تو ثري فيفا لا جيلي. 1 2 3 فيفا لا جيلي. جزائر يا ما جزائر يا ما جزائر يا ما. جزائر يا ما جزائر يا ما. شكرا يا اطفال. شكرا وشكرا كثيرا كثيرا الى عمو يزيد. تصفيقه حر عليه. شكرا 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 شكرا. برافو 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 عمو مراد. برافو يا اطفال. تحبوا الحكايات؟ لا. عمو يزيد راح يحكي لكم. عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الفأر. الفأر بالك والذئب. بالضبط. ايه روحي بنتي. الفأر والذئب. يلا معايا كامل. شكرا 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 شكرا. راح نحكي لكم حكاية الفأر والذئب. واحد النهار الفأر كان مع يمه، كان مع يمه، ويمه كانت مريضة، كانت مريضة وتشهات واحد الفاكية. قالت له يا وليدي متشهية الفاكية. راح في الطريق هكذا يمشي باش يجيب لها الفاكية. ولكن في الطريق تلقى به الذئب. قالوا وراك رايح؟ قالوا راح نجيب الفاكية ليما. قالوا لا لا ناكلك. ما خلاهش يجوز. ومن بعد تخبى. كان واحد الجذع هكذا تخبى فيه الداخل، الجذع هكذا. ومن بعد الذئب حب يلحق لهذاك الجذع هذاك ما قدرش. ومن بعد طاح هذاك الفأر هذاك. ومن بعد تخبى هكذا وراح هرب رجع للدار. رجع للدار. ومن بعد كي رجع للدار تلاقات اختو. قالت له وراهي الفاكهه اللي كانت متشهيتها مامانا. قالها فوالا تلاقيت بالذئب وما خلانيش وما خلانيش نمر ومنا. قالت له دوك انا نجي معاك، لازم نروحوا نجيبوا الفاكهه لامانا. الامنا راهي متشهيه هذه الفاكهه وراهي مريضه، لازم نروحوا. راحت مع اخته. راحوا يمشوا في الطريق. وكامل بعد تلاقاهم الذئب. تلاقاهم الذئب. واش قالت له اخته؟ قالت له شوف انت لتيه وانا نروح نهرب منه ونروح نجيب الفاكهه. كما كان الحال لتيه وغامر، يعني غامر بحياته كامل هذاك الفأر. واختو راحت هربت هكذا وجابت الفاكهه. وفي العشيه رجعوا بالفاكهه لامهم. رجعوا لامهم لانهم وعدوها بهم. عمو يزيد
تسمى الحكمة اللي نستخلصوها من هذه الحكاية، يجب علينا الوفاء بالعهد. بالضبط بالضبط، برافو 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 بوبي برافو. إذن من وعد وفى، ومن وفى دخل الجنة. إذن لما نوعد أي شخص لا يجب الوفاء بالوعد. يا أخي أطفال يلا، شكون اللي عنده نكتة يا أطفال؟ نكتة نكتة، تعالي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ نور. نور، احكي لنا النكتة تاعك نور. قال لك واحد النهار كانت واحد المرأة كانت حتزيد، قال لها وليدها، قال لها ماما شحال تسمي خويا؟ قالت له أنا اختي. شحال تسمي اختي؟ قالت له حنسميها آسيا. وبعد غدوة من ذاك رحت عند غدوة من ذاك رحت للمسجد، قالت له الأستاذة أين تقع قارة آسيا؟ قال لها في بطن أمي. برافو 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 برافو. شكون عنده نكتة؟ تعال تعال أروح دوك تجيب انت، اقعد. على واحد الخطا حمام، واحد الخطا شادي كان يمشي طاح في الليط، ومع ذاك جرح بالدم. جرح بالدم؟ ايه. ها هي، برافو برافو برافو. اروحي بنتي تعالي. عندي اغنيه. اغنيه تفضلي. تقول لي ماما تي لا لبال لا بلي جونتي اي لا فاما اوسي Tu t'aimes ton caramel, je t'aime maman. Bravo, bravo. شكون؟ شكون اللي عنده؟ تعالي بنت، تعالي بنت، اروحي، تعالي. تعالي. اقعدي بنتي. واسمك؟ ملاك. ملاك، وين تسكني ملاك؟ في زواوة. في زواوة، زواوة هذه من جاية؟ قدام الجبانة. تعماش؟ شرقة؟ ايه. اوكي بنتي، شحال في عمرك؟ 9. 9، واش عندك نكتة ولا أغنية ولا واش عندك؟ إهداء. عندك إهداء؟ خلاص أعطينا الإهداء تاعك، لي من هذا الإهداء؟ بنات تبسة. أطفال مدينة تبسة. إذا تحياتنا تحياتنا لكاع سكان مدينة تبسة. شكرا 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 بنتي، شكرا. يلا. شكون اللي عنده نكتة؟ تعال تعال انت، اروح اروح. واسمك؟ أسامة. احكي لنا النكتة تاعك أسامة. عندي لغز. اي قول لغز. معليش. زربية حمراء عمرها ما تنشف. انسان. زربية حمراء عمرها ما تنشف. خلاص صابوه صابوه لسان. صابو، شكون اللي عنده نكتة؟ آخر نكتة؟ أروح تعال. وين بنتي؟ طوموبيل. حبيتي الطوموبيل؟ تاك، اقعدي مع مويا زيد هنا، اقعدي هنا. قولي، واسمك؟ أنيس. احكي لنا النكتة تاعك أنيس. كان واحد جزائري، وكان واحد فرنسي، وكان واحد أمريكي، وكان واحد راجي شينوي. قال لهم شكون يطلع لي كامل هاد الدروج؟ نمدلو 100 مليون. وبدأت هيك طلع الفرنسي عيا 5 درجات، تاعيا طلع الاسباني عيا درجة، طلع الجزائري طلع 90، قالت له وحدة طاحت له 20، قالت له وحدة يوصل طاحت له 20 دورة وهبط على جبل. برافو 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 برافو. يا اطفال، واش هو؟ لدي غصنين لكن ليست لي أوراق. من أنا؟ أروحي بنتي تعالي. واسمك؟ إيمان. وش هو الجواب؟ طائرة. لا لا، مشي الطائرة. أشجار الصنوبر. مشي أشجار الصنوبر. عندك جواب؟ عصفور. مشي العصفور. عندك جواب؟ وش هو؟ رجلين. رجلين. شكون عنده الجواب؟ عندك جواب؟ وش هو؟ هو الجواب. الجواب؟
اوكي. غزال. الغزال ماشي الغزال. لدي غصنين لكن ليست لي اوراق من انا. وش هي؟ النظارات. النظارات. برافو. هما النظارات غصنين بصح ما فيهمش الاوراق. يا اخي اذا تعالي بنتي نعطي لك الهديه تاعك. تعالي تعالي. شكرا. احبيت نغني اغنيه. هاكي بنتي. سيدي مدرستي مع عمو يزيد. وعندك قبعه مع عمو يزيد حصريا. تفضلي بنتي. بالتوفيق. حبيت نغني اغنيه جميله. والله جميله جميله. على امي وابي. على امي وابي. ربي يعيشك على امي وابي. انا ثاني. أنا ثاني. أنا بلد. عمو يزيد غنيها. غني. يا ربنا يا ذا الكرم يا واهبا كل النعم هذا أبي نعم الأب من أجلنا كم يتعب أم التي أحيا بها من مثلها باركهما يا ربنا واحفظهما دوما لنا. أنا عمو أنا. برافو برافو برافو. قعدوا قعدوا قعدوا. درك الحقنا الركن عيد الميلاد. ريتاج 5 سنوات. تفضلي ريتاج. تعالي 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 ريتاج. أرواحي بنتي. تعالي تعالي ريتاج 5 سنوات. كيف فرحانة ريتاج. أروحي بنتي نرفدك شوية. أوه هاي ليك. يلا ريتاج أنا نغني لك أغنية عيد ميلادك أحلى عيد. وأصدقائنا يروحوا يجيبوا الكاتو تاع ريتاج. يلا هيا نغنوك. هاي ليا عيد ميلادك أحلى عيد. ربي كتب لك عمر جديد. نقول لك عيد ميلاد سعيد. من تربيتك نتمنى صحة وسعادة وهنا. نزهل نفرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها. باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو وصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو. هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو. هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة. سنة حلوة. سنة حلوة يا جميل. برافو 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 برافو. إذن ريتاج طفي لنا الشمعة. 5 4 3 2 1 يلا طفوا الشمعة.
هدي برافو ريتاج، هدي شهادة، شهادة لمشاركتك في حصة مع عمو يزيد. وانتم كذلك الأطفال راح غير تخرجوا منا، تسيبوا كامل الشهادة تاعكم ينتظروا فيكم. يا أخي يلا تفضلي ريتاج، هذه الشهادة ديالك. وأنا ما بقى لي إلا نقولكم عطلة سعيدة، واستنونا بعد العطلة إن شاء الله. إذن عطلة سعيدة يا أطفال، مع السلامة، باي باي. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.